السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدر تعمل فيديوهات بشكل جميل جدا وبشكل سهل جدا من خلال الموقع دوت اللي هو اكسبريس دوت ادوب. ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة ان انت بيبقى عندك شخصية، تقدر تختار شخصية معينة، وليكن مثلا هختار رجل الفضاء دوت مثلا، وهقول له ريكورد وابدأ اسجل. السلام عليكم، رمضان كريم، كل عام وانتم بخير، وهقول له دن. هو ياخد الكلام ده ويعمل لي فيديو. هو الفيديو المفروض ان هو في حدود 2 دقيقة، ما يزيدش عن كده. فانت ممكن تخلي الشخصية ده يتكلم، وبعد كده الشخصية ده يتكلم، والشخصية ده يتكلم، وتبدأ تعمل فيديو يكون طويل شوية من خلال كلام الناس. ما اعتقدش ان حد يقعد يتكلم اكتر من 2 دقيقة في الشخصيات بتاعت القصص. خلينا نشغلها. السلام عليكم، رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. تقدر بقى تعملها داونلود. حملت الفيديو اهوت. طيب ممكن تفتح مثلا موقع برنامج زي كامتازيا وهقول له امبورت ميديا، واروح مدخل الفيديو اهوت بالشكل دوت. وبعد كده تبدأ تاخد الفيديو، هيتكون حد بيتكلم وحد بيرد عليه، وممكن نفس الشخصية اكتر من مرة مفيش مشكلة، وتسحبهم وتحطهم هنا في اي برنامج من البرامج، مش لازم كامتازيا. تمام، ويبدأ بقى ان ده يتكلم، وبعد كده دوت، وبعد كده ده، وهكذا. تقدر تعمل فيديو وترفعه على مواقع كتير جدا. الموضوع سهل جدا. طيب لو انا عايز اغير الخلفية، خلينا نرجع لباك تو اديت. انت تقدر تختار الشخصية، تقدر تروح هنا في الباك جراوند تغير الخلفية زي ما انت عايز. ممكن ترفع صورة من عندك من على الكمبيوتر وتبقى هي الخلفية. تمام، يعني ممكن اقول له انا عايز خلفية مثلا دي حاجة تبع شغلي يعني، بس مش مشكلة. تمام، تقدر تختار أي خلفية أنت عايزها. تقدر تختار سايز، وتقدر تقول أنا عايزها الانستجرام، أنا عايزها الفيسبوك، تويتر، يوتيوب مثلا أهو. تختار، يروح مديك المقاس اللي أنت عايزه، هتعمل فيديو احترافي بسهولة جدا من غير أي جهد خالص. الصوت أنت اللي عامله، والخلفية وكل حاجة. السلام عليكم، رمضان كريم، كل عام.